حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سيد سنان الجابري، مدير إدارة الرقابة والترخيص والتراخيص في هيئة البحرين للسياحة والمعارض. أهلا بك في نشرة أخبار الثالثة. طبعا ما أهم ما تحقق من إنجازات خلال الربع الأول من هذا العام فيما يتعلق بتطوير القطاع السياحي؟ في الحقيقة أولا شكرا للاستضافة. في الحقيقة يأتي تخطي المؤشرات السياحية في العام الماضي لما هو معتمد في معايير قياس الأداء وفق الاستراتيجية السياحية المعلنة للفترة الأعوام من 2022 إلى 2026 ضمن خطة التعافي الاقتصادي، مع تسجيل الإيرادات السياحية لحاجز مليار ونصف دينار بحريني في العام 2022. نعم. بنسبة تصل إلى 50% مع الأرقام المستهدفة للعام نفسه للعام 2022 وهو مليار دينار، لتؤكد على دلالتين أساسيتين في هذا الجانب. الدلالة الأولى هي نجاح خطة التعافي الاقتصادي التي تبنتها الحكومة الموقرة في وضع القطاع السياحي في المسار الصحيح، خصوصا بعد التحديات التي صاحبت جائحة كورونا، ليكون قطاعا رافدا للاقتصاد الوطني. الدلالة الثانية هو أن القطاع السياحي هو بالفعل قطاع واعد، وأرضية خصبة من شأن تطويرها أن تنعكس على باقي القطاعات الأخرى. نعم. والمساهمة أيضا في تنميتها لتكون هي أيضا ذات تأثير ودور بارز في تعزيز ورفع الاقتصاد الوطني، باعتبار أن القطاع السياحي هو محرك أيضا أساسي لقطاعات أخرى لا تقل أهمية عن القطاع السياحي، مثل قطاع الخدمات، قطاع التجزئة، قطاع المشاريع العقارية الكبرى، وأيضا قطاع المصارف وغيرها من القطاعات الأخرى. نعم، إذا السيد سنان الجابري مدير إدارة الرقابة والترخيص في هيئة البحرين للسياحة والمعارض، شكرا جزيلا لك.